اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. ما بقيتش كنحط فلاشين بزاف لانه صراحه مشاكلي الشخصيه ومشاكلي العائليه تفاقمت بزاف، يعني بحال شي بوره ديال الثلج لمده 3 سنين وهي كتفاقم من كورونا ومشاكل عائليه عندنا في الدار ما بين الوالدين ديالي بجوج كثير بزاف. ديجا كانوا مشاكل بزاف بيناتهم غير ملي كنت صغير انايا، ولكن دابا في هاد الايام الاخرى داكشي جاد على حدو بزاف ووصل لواحد الدرجه ديال الهبال وواحد الدرجه ديال التعقد. ومشكلتي انا هو ما داخلش انا في هادشي كاع كامل، فهمتوني؟ يعني المشاكل بيناتهم كيأثروا عليا انا، ولكن انا ما داير حتى حاجه من داكشي، ما داير حتى شي سبب من داك المشكل، فهمتيني؟ ومع ذلك التاثيرات ديالو عليا. فهادشي باش ما بقيتش كندير فيديوهات بزاف لانه صراحه مهم انا هاد الاسرار ما خصنيش نقولهم، والله ما خصنيش نقولهم، ولكن لو كان عندي بعض الناس نعاود ليهم تكون كذا. اما دابا عند كاين افراد، اوكي، كاين افراد عائلتي ساكنين معايا في السطح برا السطح، فهموها ما تفهموهاش صغركم هذا. مهم كاين اساس منزلي في السطح، اوكي، وكاين واحد الدار لي سيبوزو من دار العائله خاويه فيها جوج الناس، فهمتوني؟ يعني هادشي ما كيريحنيش حتى نفسانيا ندير فيديوهات، فهمتوني؟ يعني الانسان اللي كيبغي يكون مبدع خصو يكون مرتاح، خصو يكون كذا. ما انا ما مازال كنستراغلي بزاف في الحياه، كنستراغلي بزاف سيرتو على مستوى بيرسونيل. هاد الفيديوهات ما كيجيبو لا فلوس لا والو، ما كيجيبو لا شهرة لا والو، وكنديرهم معناها كنديرهم يعني كنضيع واحد الوقت لي المردودية ديالو سيبوزو ماشي بحال الوقت اللي كنضيعو فيهم. انا ما نكذبش عليكم، قبل هاد البلان هذا اللي وقع ليا ديال العائلة، قبل منه غير كنت موجد لكم فيديوهات، كنت باغي ندير فيديوهات على الجرائم. والله الا كتبت ديسكريبت مشيت تقلبت بزاف د الامور. اما دابا ما تجينيش صراحه، ما تجينيش انني نصايب سكريبت نصايب فيديو، ولكن نتسنى الافراد الاسره ديالي بعد منهم تيخرجوا عاد ندير فيديو بسكريبت ديالو بكل شيء بطريقه مسرعه الى اخره. وما تجينيش كذلك انني ندير فيديو وهما اما كيسمعوا اولا باغيين يهضروا مع بعضياتهم، سي اون فوا يهضروا مع بعضياتهم غتبان في الفيديو، اون فوا شتي اون فوا غير يدوي مع بعضياتهم غتسمع ليا في الفيديو انا، فهمتيني؟ ميمكنش نبقى نقول لهم كل مرة سكتوا ولا شي لعيبة ولا سيرتو، ما حتى هاديك العلاقة بيناتنا ما بقاتش كيما هي، فهمتوني؟ فسمحوا لي بزاف إذا الفيديوهات ما غيبقاوش يتلاحوا بنفس الوتيرة، وتوحشتكم بزاف صراحة، توحشتني الفيديوهات لأن هو المتنفس ديالي غالبا الوحيد من مورا الرياضة، أنني يعني نفرغ بعض الشحنات السلبية، بغيتي تفرغ الشحنات السلبية في الحياة، كن مبدع، تكون عندك واحد الهواية، الهواية ديالي كنصنع فيديوهات، الهواية ديالي، أوكي ما كنربح منهم لا غير لا جوج، ومع ذلك كنديرهم لسنين، لأنها هواية. فهاد الفيديو هذا بغيت نتذاكر معكم، كما دخلنا في الأفلام، يعني بعيدا عن الجرائم، وما كرهتش ندير لكم جرائم من بعد. ربما فهو واحد الفيلم اللي متعلق نيت بالجرائم ديال إيركول بوارو. هاد إيركول بوارو هو واحد المحقق نسخة طبق الأصل ديال شيرلوك هولمز، كاين اختلافات شوية. شيرلوك هولمز صايب واحد الدكتور اسميتو سير كونان دويل، آرثر كونان دويل. أما إيركول بوارو صايباتو ولا كتباتو أغاتا كريستي. أغاتا كريستي ربحة الزباب ديال الفلوس على إيركول بوارو، أوكي، جابت الفلوس بزاف. إيركول بوارو ما عليناش خرجوا افلام ديالو مؤخرا اللي مثلهم هو كينيث براناخ، اوكي، ولا كينيث براناخ ولا شي لعيبه. هذاك الشخص هذاك في الاول دار واحد الفيديو او دار واحد الفيلم عفوا ديال قطار الشرق السريع ولا شي لعيبه، تفرجت فيه هذاك عجبني. واحد الوقت اكتشفت بوارو ديال المسلسلات ديال واحد الشخص اسميتو سوتشي، اوكي، ما عقلتش على سميتو بالضبط، دافيد سوشي. دافيد سوشي مثل إيركول بوارو ولا المحقق إيركول بوارو بواحد الطريقة اللي حسن من كينيث براناخ بزاف، اوكي. ملي جيت شفت الافلام لقيتهم نسخة تماما على المسلسل، حيت هداك دافيد سوشي مثل إيركول بوارو كمسلسل، لقيت بأن المسلسل حسن من الافلام، فمبقيتش كنتفرج فيهم،
وكان خرج واحد الفيلم ديال جريمة النيل. هذاك جريمة النيل كنت تفرجتو كمسلسل ديال داك ديفيد سوشي. ملي جيت شفت هذاك الفيلم ديال كينيس برانر صافي عرفت اش كاين، عرفت بان القصه بازي على الروايه، بازي على المسلسل اللي تعرض شحال هادي، ديال ان في هذاك النيل في مصر توقع واحد جريمه قتل. اوكي، وايركول بوارو يحلها. دابا هاد البلان اللي دار كينيس برانر دير واحد الفيلم غيخرج من بعد، يخرج في المستقبل، دار واحد اللعيبه زوينه صراحه، وتعلم من الخطا ديالو. شنو دار؟ شنو مشى دار؟ مشى انه غادي يقتبس من الروايه ولكن غيصيب فيلم ديالو بوحدو. ما كاين لا في المسلسلات لا في الروايه لا في التلعبه واحد الجزء خاص ديال ايركي بوارو. ما عمر اكاتا كريستي ما كتباتو بغي، ومع كينيس برانا غير مخرج، غير هو مخرج اكثر من ما هو ممثل. فمني شفت التريلر ديالو صراحه ديك الفيلم شوقني بزاف، لانه غادي يمشي لواحد الحقبه ديال فرنسا مثلا ولا اوروبا، فين كان داك كليغ فويونس، وفين كانت الشعوذه، وفين كانت كما نقولوا هذوك لي سيونس والميديومز وسطاء روحيين. فغادي يمشي هو غادي يدير اركول بوارو ديال الرعب. اوكي، هي مقتبسه من واحد الروايه ديال اركول بوارو، حفله الهالوين. هذيك حفله الهالوين هو شدها قراها مزيان، هو يصايب من هذا الفيلم هذا ديال ميديوم والسيونس هذيك اللعيبه، بحال مثلا بان الجنون كاينين في هذيك الدار، ولكن هو اركول بوارو منطقي مليون في المية، منطقي مليون في المية. وشحال من قضية حلها اللي كان فيها خرافات، وكان المجرم باغي يقنع مثلا المحققين والناس الشرطة وداك الشيء بان الجنون كاينين، اركول بوارو كيبقى يشوف شي حوايج اللي مثلا خيط انفيزيبل، شي لعيبة، شي حاجة. المهم حتى كيلقى المجرم انه بنادم، وان الطريقة باش وقعت هي علمية محضة، ما كاين فيها حتى شي حاجة خارقة للعادة. فهاديك الفيديو يعني كاين صراع ما بين الخرافة وما بين العلم، اركول بوارو الجانب العلم، وكل شيء في ديك الفيلم جانب خرافة. كيبان لك واحد تتبوزيسيون بزاف، فهو كيبان ليا دراما وتريلر وميستيري وكرايم وهورر. شتي شحال من جونغ كاين في نفس الفيلم اللي غيخرج. اوكي، فهاد هو البلان اللي بغيت ندير فيه هاد الفيديو، وكان مشوق بزاف نتفرج ديك اللعبة ديال اركول بوارو ديال كينيس برانر اللي فضلتو هاد المرة على ديال ديفيد سوشي. علاش؟ لأن كما قلت لكم استفد من هاد اللعبة ديال، لأن الخطأ ديالو كان باين. أما دابا تعلم ليه، غيدير فيديوهات، غيدير فيلم، هادشي اللي كاين. بيس.